فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع شعب الإيمان والكلام على الاختيار في صدق التطوع. عن عبد الله بن صامت رضي الله عنه وارضاه عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة. وهناك رواية أيضا صحيحة، هذا الحديث في كلام، هذا الحديث أخرجه المصنف في السنن أيضا في كلام. الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وهذا حديث في البخاري. الله يرضى عنكم جميعا، أحسن الله عليكم، الله المستعان، الله يفتح لنا ولا مرض. نعم. وفي رواية عن أبي ذر أوصاني خليلي بست، وطبعا العدد مفهوم العدد المراد هنا بست، حب المساكين والدنو منهم ووصل الرحم، وإن أدبرت قال صب رحمك، وإن أدبرت قال وقل الحق وإن كان مرا، واستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، وإن استطعت ألا تسأل الناس شيئا فلا تسألهم. وهذا يعضد الحديث السابق، وهذا يعضد الحديث السابق. عليكم السلام ورحمة الله. تتغيبين أيضا يا نساء من رحمة، تتغيبين أيضا، لما الغياب؟ وأيضا قال أبو ذر أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. ولم يذكر عبد الله بن صامت منها أنه إن فضل عند قرابته فضل آثر الجيران، ما شاء الله آثر الجيران، فإن فضل عنهم صرف أولئك المتعففين من المحتاجين وهم الذين لا يسألون الناس. قال الله تعالى الجار ذي القربى والجار الجنب. وقال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الحديث الأول حديث عظيم جدا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. فالمسألة لا تنظر إلى فعل العبد لك، بل انظر إلى 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 فعلك أنت له، لأن الله ينظر إلى فعلك له. ولذلك لو ترى، عليكم السلام وبركاته، لو ترى أبو بكر قال والله لا أنفق على مسطح عندما تكلم في حديث الإفق، فقال الله جل وعلا قال ولا يأتري أولو الفضل منكم السعة، ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر والله إني يحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة على مسطح. لا تنظر إلى 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 من أخطأ فيك، وجازي سيئته بالحسنة، ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والمسألة عظيمة جدا، فانظر كيف أساء لك فأحسن إليه، انظر إلى كيف أساء هو لك فأنت أحسن إليه، ولا تقابل السيئة بالسيئة وإن كانت جائزة، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. لكن المسألة ليست على مسألة السبيل، مسألة الرفع عند الله جل في علاه. كيف تعامل عباد الله؟ يعاملك الله جل في علاه. ولذلك قال ليس الواصل بالمكافئ، أنه يصلني فأصله لأنه وصلني، لا، خطأ. الله أكبر. يا رب اجعلني وياك يا أحمد من الصادقين المخلصين. وما زلت أسألك عن الوالدة وكيف صحتها الآن، أسأل الله جل في علاه أن تكون في خير حال وفي أحسن بال وأيضا في أتم صحة. الله يقر عينك بذلك.
الله أكبر، ربنا معك طلبة علم، كم لك من أيادي بيضاء علينا. إذا رابط كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام، الحمد لله. أنا نفسي أصلا مش متذكر أني استوعبته، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله سنأخذ بعض الأمور في البدايات على أداب طلب العلم إن شاء الله. إذا ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي قطعت رحمه وصل كما قلت، لأنك تكون فقيها لبيبا، تنظر إلى نظر الله إليك، على ما تفعل يفعل معك، أحسنت يحسن إليك، أمسكت يمسك عنك. هنا في حديث أبي ذر جاء من أكثر من طريق، يعني يتعاضد حقيقة الأمر، يتعاضد. قال أوصاني خليلي، وقوله خليلي يجوز لأي إنسان أن يقول بأن نبيه هو خليله. والمعنى الخلة هنا أشد من المحبة، أرفع من المحبة. الخلة هي أن تتخلل المحبة مسالك الروح، أن تتخلل المحبة مسالك الروح، وهذه تصح في غير النبي مع النبي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذت من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. كما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا اتخذ محمدا خليلا. رضي الله عنكم. فقال أوصاني خليلي، وهذا أيضا كقول أبي هريرة رضي الله عنه، أوصاني خليلي، عليكم السلام وبركاته، أوصاني خليلي بسبع، ثم ذكر قال أن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. بارك الله فيك أستاذ أحمد، السلام، أحسن الله عليك. أنظر لمن هو دوني، لما؟ لأنك إن نظرت إلى من هو دونك لا تزدري نعمة الله عليك، فتظل شاكرا لنعائم الله، والشكر فتح أبواب الخيرات والفضيلات، لأنك بالشكر تثبت النعمة وتزداد عندك خيرات بعد الخيرات. ولا أنظر إلى من هو فوقي، هذا في أمر الدنيا، ولا أنظر إلى من هو فوقي. ليه؟ لأنه لو نظر إلى من هو فوقه في أمر الدنيا سيزدري نعمة الله عليه، ولن يكون من الشاكرين، ويخسر خسرانا مبينا. أما إذا نظر إلى من هو دونه في الدنيا فيعلم أنه في نعمة فيشكرها فتزداد. أما بالنسبة للآخرة لا ينظر إلا لا هو ما في صورة، يعني سامحون، ما في صورة الصباح، وينظر إلى من هو فوقه في الآخرة، في الطاعات، في العلم، حتى يتنافس، وهذا يحقق مراد الله جل في علاه. رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم، هذا من عيوني نبلكم تنظرونها بهذه العين. فإذا نظرت لمن هو فوقك تحقق قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيكون التنافس هنا في هذا الباب. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، جزاكم الله خيرا، الحمد لله، الحمد لله. فيكون التنافس في الطاعات، وهذا محبوب لرب الأرض والسماوات. قال: أمرني بحب المساكين. كان المسلم يقول: اللهم احيني مسكينا وابني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وإن كان مسكينا مع المساكين يرق قلبه وتزداد رحمته، وأيضا تكون ألفته، والمؤمن يألف ويؤلف، وأيضا يزداد بذلك حسن التعامل مع الغير، وتقدير المواقف التي يتقرب بها العبد إلى الرب جل في علاه. ولذلك كان النبي طالما يدعو: اللهم احيني مسكينا وابني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. قال: والدنو منهم كما كان داود جاء إلى حلقة فيها بعض المساكين فجلس خلفهم، ما جلس وسط الحلقة، جلس خلفهم، وقال: ربي مسكين، أتى خلف هؤلاء المساكين لتنظر إليه بعين الرحمة. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب، الله يسعى عليك يبسي النقاب يا رب ويحسن إليك ويجعلك بهمة راقية. قال: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، لأن القلب إذا التفت إلى السبب خسر المرء كل شيء. القلب إذا التفت للسبب كان نقصانا في إيمانه، وكان خسرانا له فيما يريد ويشتهي. ولذلك قال بعض علمائنا في قول يوسف عليه السلام: قال: اذكرني عند ربك. قالوا: هذا فيها بعض التفاتة قلب، وبعض
وإياكم أحسن الله عليكم، بعض التفاتة القلب هذه مشكلة كبيرة جدا. إذا التفت القلب لغير الرب خسر خسرانا مبينا، ولذلك الشرع جاء للحفاظ على القلب بأن يكون القلب بكليته بجمعيته يتجه إلى الرب سبحانه وجل في علا. لذلك قال لا تسأل الناس شيئا، كان أبو بكر إذا وقع منه الصوت وهو الخليفة يحتاجون، يعني لا يقول لأحد ائتني بهذا الصوت. وأمرنا أن أصل الرحم، الرحم أن أدبرت، يعني حتى لو وين أدبرت، يعني لو ألقوني خلفهم ظهريا واجب علي أن أصل رحمي. لذلك قال النبي ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. وأمرني أن أقول الحق، وقول الحق دين ندين الله به. دكتور مدحت رضي الله عنك، قول الحق دين ندين الله به، واجب أن نفهم هذا الباب، قول الحق دين ندين الله به، وقول الحق محبوب إلى الله جل في علاه. فإن لم يستطع المرء بقول الحق هذه مفسدة وأفسد منها، هذه مفسدة وأفسد منها الكلام بالباطل، أفسد منها الكلام بالباطل. وإذا قال أن أقول الحق ولو كان مرا، وأمرني ألا تأخذني في الله لومة لائم، وهذه لأنه ينظر للسماء، هذه ما يستطيعها المرء إلا أن يصل بصره ونظره إلى السماء، فإن نظر إلى السماء على، فلما علا وارتقى علم أن الناس لا يملكون له شيئا، فقال على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال وأمرني أن أقول أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وانظر معناها لا تحول من معصية إلى طاعة، ولا من ضعف ولا إلى قوة، ولا من فقر إلى غنى، إلا بالله سبحانه وجل في علاه. القوة بالله، والعطاء من الله، والإحسان من الله، والتوفيق من الله. وأسعد المرء في هذه الدنيا من كان عبدا موفقا مسددا أتى بالفرائض ثم أتبعه بالنوافل. قد قال الله تعالى ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنفل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي أسمع، كنت سمعه الذي أسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، إلى آخر الحديث. كان عبدا موفقا مسددا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الرواية الأخرى قال أن تستكثر من حول لا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كنز من كنوز الجنة. وفيها في الحديث الثاني أيضا عن أبي ذر قال فإن فضل عن ذي القرابة، يعني الدينار تنفقه على نفسك ثم على أهلك، فإن فضل عن ذي القرابة فضله صرفه إلى المتعففين والمحتاجين الذين لا يسألون الناس شيئا. قال والجار ذي القربة والجار الجنب، فالنظر إلى الغير، وأن تعلم أن تقديم الأولويات من أهم أبواب الفقه، تقديم الأولويات من أهم أبواب الفقه. الفوائد المستنبطة: جواز إطلاق الخلة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن غيرهم، لا تنظر إلى عمل الناس تجاهك وانظر إلى عملك تجاههم، فإن الله جل في علاه يعاملك على ما تعامل عباده. تقديم الأولويات من أعظم أبواب الفقه، تقديم الأولويات من أعظم أبواب الفقه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.